هستنى لما نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أتم الصلاة وأتم التسليم. التليفون اطلع بره. السمان وصل اهو. أنا عارف أعمل أقف ازاي. عامل 3.5 جنيه. السمان أهو أنا عامل 3.5. بسم الله ما شاء الله موجود كميات كتير اهون. اللي عايز السمان النهارده عامل 3.5 جنيه. موجود اهو ما شاء الله كتير اهون. الابيض النهارده عامل كام؟ 9 جنيه. الابيض عامل 9 جنيه، والساسو عامل 6.5 جنيه. الساسو عامل 6.5 جنيه. نخلي الابيض على بعضه. الابيض ب 9 جنيه، وفرز الدوك عامل 10 جنيه، والبلدي ب5 اهو، والفيوم ب5 جنيه. مفيش جماز؟ لا لا لا. والديوك اهي. الديوك عامل 10. الديوك عامل 10 جنيه. يبقى السمان موجود اهو. البط المشرك والمولر هيبقى يوم السبت ان شاء الله. المشرك والمولر او المولد والمولر يوم السبت ان شاء الله. في بط بلدي فرنساوي؟ ها؟ في بط بلدي فرنساوي؟ ب 10 جنيه، بط بلدي فرنساوي ب 10 جنيه. يبقى السمان اهو. السمان عامل النهارده 3.5. فاللي كان طالب سمان من زمان وبقى ما بجيش. الجماعه اللي بينزلوا السمان ايام اللي هو بيكون السمان فيها عرض كتير تلاقيهم يرنوا في اليوم بدل يرن 20 رنه. واليوم اللي ما كده تلاقي بقى يسيبك وينزل هنا وهنا ويسيبك ولا يعبرك. والله ولا يعبرك. ولا كانك ولا كانك كنت بتنزل منه. انا ما اعرفش ازاي التعامل ايه ده ولا نظام ايه ده. والله ما سامح البسطاويصي موجود في هنا اهو. مبروك دعبرين عبرين عليه ما بردش عليا. مين ده؟ فتحي يا عم. نفسي اوصل عندكم انا من محل بعيد عليك والله. المحل ده يبقى السمان النهارده ب 3.5 جنيه. السمان ب 3.5. موجود كميات اقول اللي عايز. موجود عايز 500، عايز 1000، عايز 2 موجود، عايز 3 موجود، عايز 4 والله موجود ان شاء الله. والابيض ب 9، وابيض فرز الدوق ب 10، والساس ب 6.5، والبلدي ب 5، والفيوم ب 5.
مشكلة يعني. ها؟ الله يلا شكرا لكم. البط المشرك والمولى قلنا يوم السبت، عشان بس الناس ما تنسيش يوم السبت ان شاء الله تعالى، بس الاسعار رفع برضه. مشرك مولر مسكوف يوم السبت ان شاء الله. يلا يا ابو خالد ادوا يلا، برج الدود ب 10 جنيه. ايوه.